الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. قبل الدخول في البحث أذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى: العناوين الشرعية على قسمين، لنا عنوان أولي وهناك عنوان ثانوي، والعنوانان يختلفان، يعني بعض العناوين عناوين أولية كوجوب الصلاة، يجب على الجميع أن يصلوا قياما، كوجوب الحج، وهناك بعض العناوين عناوين ثانوية. العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية، يعني عند وجود تلك العناوين الثانوية العناوين الأولية يختلف أمرها، مثل الضرر. إذا الصلاة عن قيام ضرري، وجوب القيام يسقط، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. رفع عن أمتي 9، الحرج مرفوع، هذه كلها عناوين ثانوية. هذه العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية، ومعنى الحكومة أنها تنفي العناوين الأولية حكما، يعني الصلاة عن قيام واجبة ولكن مع وجود الضرر، الوضوء واجب ولكن مع وجود الضرر ينتقل الحكم إلى أمر آخر. يصلي جالسا، يصلي بالإيماء، الصلاة متكتفا باطلة، ولكن في حالة التقية اللي التقية عنوان ثانوي، لحفظ نفسه يصلي متكتفا، فالحكم يختلف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: العناوين متعددة، بعض العناوين هي قبيحة دائما، بعض الأمور قبيحة دائما، لا يمكن أن يتصور الإنسان وجه حسن لهذا العنوان، مثل الظلم، الظلم لا يصبح حسنا أبدا، هذا عنوان قبيح دائما، علة للقبح. عندنا عنوان حسن دائما، علة للحسن، كالعادل، العادل دائما حسن، ماكو فد مورد واحد يعدل والعدل يكون قبيحا، العدل حسن في كل الأحوال. بعض العناوين غالبا حسنة مو دائما، مثل التواضع، التواضع أمر مطلوب، ولكن للمتكبر لا تواضع للمتكبر كما في الرواية. بعض العناوين غالبا قبيحة وقد تصبح حسنة في بعض الأحيان، مثل الضرب، ضرب اليتيم أمر قبيح ولكن قد يكون حسنا إن كان للتأديب مثلا في ضمن الحدود الشرعية. وبعض العناوين لا حسن ولا قبح إلا بلحاظ المتعلق، مثل واحد يمشي، إن مشى لزيارة الإمام فهذا عمله حسن، وإن مشى لفعل المحرم فعمله قبيح، وإن مشى لفعل مباح فعمله مباح، مو قبيح ولا حسن وإنهم أمر جائز. هذا الموضوع. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: سر التوفيق، الله عز وجل يذكره
هذا السر في هذه الآية المباركة: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. سر التوفيق وجود شرطين. أية حضارة تريد البقاء والاستمرار يشترط أن يتوفر فيها هذان الشرطان: الإيمان والأيمان. قاتلوا أئمة الكفر، لماذا؟ لأنهم أئمة الكفر، يعني ما عندهم إيمان، كفار. إنهم لا أيمان لهم، الإيمان العقيدة، الأيمان يعني العهود والمواثيق والوعود، ماكو وعد إلى مضبوط. الظالم ما إلى وعد، ما إلى كلمة، لا يمكن أن يتخذ الإنسان كلمته، بما أنه لا يرى العادل أمرا ضروريا، فيعدك بشيء ويخلف. أئمة الكفر لا أيمان لهم، كما أنه لا إيمان لهم، ما عنده إيمان، هو كافر، يعني لا عقيدة صحيحة. الشرطان: الداخل الصحيح والعمل الصحيح. توفر هذين الشرطين يوجب التوفيق. أما إذا واحد داخله باطل كالمنافق، عمل ظاهرا صحيح، هل يمكن الاعتماد على هذا الظاهر إن كان الباطن خبيثا؟ كلا. إذا واحد باطن نظيف عمل غير صحيح، هذا ما يمكن الاعتماد عليه. الباطن الصحيح يرشح الظاهر والعمل الصحيح. إذا واحد عمله باطل، هذا يدل على خبث باطنه أيضا. إذا واحد ما عنده خباثة في الباطن، المظهر هم يكون صحيح. إذا واحد تشوفه يغضب سريعا، لماذا؟ لأنه ماكو في نفسه ملكة كظم الغيظ، فلذلك رأسا يخرج عن طوره. إذا واحد لا يهتم للواجبات، ماكو في نفسه ملكة العدالة. إذا يعني هناك تلازم بين الداخل والخارج. يقولون يصلي الإنسان خلف إمام عادل. من أين تعرف العدالة؟ العدالة ملكة نفسانية، يعني في نفس الإنسان ملكة تقربه إلى الله وتبعده عن النار، تأمره بفعل الواجبات وتعصمه عن المحرمات، هذه الملكة النفسانية. ومن أين أعرف أن هذا إمام الجماعة عادل؟ أنا خب ما عندي ولاية على نفسه، ما أقدر أنظر إلى واقعه، فكيف أعرف بذلك؟ من أفعاله. أنت معاشرة فترة إمام الجماعة، رأيته في هذه الفترة أنه ملتزم بالواجبات ويسعى أن يترك المحرمات، فهذه المعاشرة تقول بأن هذا الإمام إمام عادل، يعني هذا الظاهر ينبئ عن الباطن ويخبر عن المخبر. فهذان الشرطان يجب توفرهما، الداخل والخارج الصحيحان. فإن توفر هذان الشرطان زين، الشخص يكون صالحا ويستمر في حياته. إذا عنده مشروع، مشروع يستمر. إذا هناك حضارة، هذه الحضارة تستمر بوجود الإيمان والأيمان. المقدمة الرابعة: المبدأ الفاسد. يوجب هدم ما بناه صاحب المبدأ. في سورة محمد صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين كفروا، أول آية، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ما معنى أضل أعمالهم؟ يعني عملهم يكون في ضلال، يعني عملهم يكون باطلا. شنو معنى بطلان العمل؟ يعني عمله ما إلى نتيجة، هذا العمل ما يثمر. معاوية 40 سنة بنى الحكومة الأموية، ولكن بفعل نفسه عندما جعل الحاكم الخليفة يزيد ولي العهد يزيد، هو الذي فشل كل ما بناه.
أضل أعماله، أبطل أعماله. ليش؟ لأنه يزيد ما كان رجل دولة، معاوية كان داهية خبيث، يعرف أنه كيف يسير الأمور الدنيوية. يزيد ما كان في هذه العوالم، رجل مشغول بالخمور والمجونة والفسق وما إلى ذلك. ولكن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هذا عمله يصبح تباها لا شيء، ينتهي بفعله. لاحظوا الحضارات السابقة، الفراعنة انتهوا أمام النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، مع أن تلك الحضارة الضخمة العظيمة اللي إلى الآن العالم منبهر بحضارة الفراعنة فيما بنوا من أهرامات وغير أهرامات. بني إسرائيل، بنو إسرائيل مع أنهم صارت لهم حضارة، انتهوا أمام النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، انتهوا. يعني فكر النبي عيسى استمر، لماذا؟ لأنه ذاك مبدأ فاسد كان، مو النبي موسى، لأنهم انحرفوا عن سنة نبيهم، فأمام النبي عيسى انتهوا. إمبراطورية فورس والروم انتهوا أمام المسلمين العرب، اللي أي شيء ما كان عندهم، وكانوا محاصرين بهاتين الإمبراطوريتين، ولكن انتهوا. لماذا؟ لأنه بناؤهم كان على باطل مو على صح، لا أيمان ولا إيمان، يعني لا باطن نظيف ولا عمل صحيح. المغول اللي هجموا على البلاد الإسلامية أيضا انتهوا أمام العلماء والفكر الإسلامي، تأثروا بالفكر الإسلامي وانقلبوا. هذا لماذا؟ لأن المبدأ الفاسد هو ينتهي، صحيح يمكن يستمر فترة ولكنه سينتهي، إذا هم استمر فترة لأنه أخذ بأسباب الاستمرار، يعني بمقدار يأخذون بأسباب الاستمرار فيبقون وبعد ذلك ينتهون. لذلك أحد المسلمين كان رايح إلى الكوريا الجنوبية، يقول أنا هناك رأيت الإسلام، مو في بلاد المسلمين، كان رايح هناك للعمل، يقول الكذب ماكو عندهم أبدا، ما يكذبون، حسب نقله هذا 5 سنوات كان هناك، أصلا مفهوم الكذب منتفي عندهم، إذا واحد يكذب 1 بالمليون ما يحتملون أنه دا يكذب، ماكو معنى الكذب عندهم أصلا. فإذا استمروا فترة قويت شوكتهم، قوي اقتصادهم كذا، لأنهم أخذوا بالأسباب الصحيحة، ببعض الأسباب طبعا، ولكنهم بما أنهم لم يأخذوا بالأسباب كلها فينتهون. كالمسلمين تركوا كثير من الأسباب، فلذلك هذا الضعف والخمول لهم. إذن أما المبدأ الصحيح فيبقى. بعد ذكر هذه المقدمات، الله عز وجل في هذه الآية يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله عز وجل يقول المبدأ الصحيح توفر في هؤلاء الأئمة، المبدأ الصحيح توفر في هؤلاء الأئمة، أنهم يريدون إنقاذ الناس، يريدون الهداية. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إني لم أخرج أشرا، يعني أنا لم أخرج للتفرقة بين المسلمين، حتى أفرق بين المسلمين لا، مع أنه عملا فرق المسلمين. التفرقة في نفسها أمر منهي عنه لا، التفرقة من القسم الرابع الخامس، مثل المشي، إن كان لزيارة الحسين فهو مطلوب، وإن كان لفعل الحرام فهو منهي عنه. التفرقة بين المسلمين هذا إن كان لإحياء السنن الإلهية فهذا أمر مطلوب، وإن كان لإماتة السنن الإلهية فهذا أمر منهي عنه. الإمام الحسين يقول أنا مو هدف التفرقة، ولكن إن حصلت التفرقة بخروجي فلتحصل، أنا هدف الله عز وجل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله، بس الأمة الواحدة في نفسها هذا أمر مطلوب له، الناس كانت أمة واحدة
ولكن بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لمن النبيين اجوا؟ اختلفت، بعض يكفر بالنبي وبعض يؤمن بالنبي، اختلف الأخوان، اختلف الأقربون، واختلف أهل القرية والقبيلة والمدينة والبلدان. ما يخالف إذا كان في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل. واحد ما يخوفنا أنه هذا يتسبب الفرقة بين أبناء مثلا بين المسلمين فلتسبب الفرقة. إحنا ما عندنا وحدة عقائدية مع الآخرين، الوحدة إنما مقابل الاستعمار الغربي. زين، إن أمكن الوحدة السياسية أمكنت الوحدة السياسية بمقدار مطلوب، أما نتنازل عن عقائدنا للآخرين هذا أمر باطل. إذا الوحدة صحيحة فالله عز وجل لم يبعث المبشرين والمنذرين النبيين، هذا كلام باطل. رسول الله صلى الله عليه وآله، قبيلة قريش كلهم اتفقوا على الشرك والكفر، كانوا مشركين، كل القبيلة لحمة واحدة حقيقة، أسيادهم موجودين، الباقين موجودين، رحلة الشتاء والصيف للتجارة موجودة بينهم، زين يعيشون، وبيدهم كعبة المشرفة، والناس تأتي للزيارة وللطواف للكعبة على طريقتهم. رسول الله خرج وفرق بينهم هذه التفرقة العظيمة، صارت دماء، اجقد إخوان من الطرفين، أقرباء من الطرفين قتلا في حروب رسول الله. لماذا؟ لأنه يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذن صرف صحيح، رسول الله لم يرد التفرقة، ولكن حصلت التفرقة بما يذكره. التفرقة مو مثل الظلم علة تامة للقبح، كلا. يقول سيد الشهداء: أني لم أخرج أشرا، أنا ما خرجت للتفرقة أن أسبب شق عصى المسلمين ولا بطرا. إذن هذا المبدأ الصحيح يبقى. صحيح سيد الشهداء قتل وأصحابه وسبيت نساؤه، أتى إليه أحد في الطريق شيخ كبير في العمر، أتى إلى أبي عبد الله قال: إني لم أخرج من الكوفة أو من الكوفة، والله إلا ورأيت أولئك على الأسنة وحد السيوف يريدون قتلك، والله لم أخرج من الكوفة إلا وهذا اللي أنا شفته. فقال سيد الشهداء سلام الله عليه له: أنه أنا أعلم ذلك، أنا لم أدري، أنه أنا ما جاي طالب سلطة طالب دنيا، أعلم ذلك، ولكن الله شاء أمرا، هذه إرادة إلهية في خروجي، ما دام الإرادة الإلهية موجودة فأنا أخرج. وإنما الذي سبب ضعف المسلمين مو صرف الخروج، مو صرف التفرقة، وجود حكام فاسدين في المسلمين، هذا اللي سبب ضعف المسلمين. عندما مثل معاوية يبعث سفيان الغامدي، هذا قائد من قوات معاوية، يبعثه إلى العراق إلى الأنبار والهيت، يقول: خرب القرى، أدخل الرعب على أهل العراق، اقتل من لم يكن على مثل رأيك، أي واحد خرب أدخل الرعب، يعني المهم إدخال الرعب، أنه يخافون هذا السلطان، هذا اللي سبب سوء سمعة المسلمين. الذي سبب سوء سمعة المسلمين وكان له قائد بصر بن أرطاط معاوية، بعثه إلى الحجاز واليمن أيضا نفس الكلام، قال اقتل واسب نساءهم، حتى في أسد الغابة يقول أنه أول نساء سبينة في الإسلام من اليمن، نساء مسلمات سبينة. يزيد بالنتيجة تلميذ أبيه وعلى طريقة أبيه، لما يشوف معاوية بعث بصر بن أرطاط حتى يأسر النسوة المسلمات من اليمن لأنهن كن على وفاق مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطبعا هم يزيد يأسره نسوة رسول الله في كربلاء. هذا الذي سبب سوء السمعة
لأنهم مجموعة من الحكام الفاسدين أتوا واستولوا سرقوا تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وحوروا هذا التراث. ولكن من جهة أخرى عندما نأتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يعني هناك شرطان، الهداية هذا مبدأ، ولكن هناك شرطان أيضا. أي واحد يريد يكون في طريق أهل البيت يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان. لما صبروا، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام خرج إلى سوق الكوفة وبيده سيفه كأنما سيف ذو الفقار، فنادى أنه هذا السيف أنا أريد أبيعه، وقال والله لو كان لي ثمن ثوب لما بعته. هذا السيف لو أنا كان عندي ثمن ثوب ما كنت أبيعه. لما صبروا في أشد الصعوبات، في أشد المشاكل، الهموم على قلبه الشريف، يخرج إلى البئر ليفرغ شيئا من همومه للبئر ويناجي البئر. لما صبروا، أمير المؤمنين يصبر 25 سنة يبقى في بيته يتحمل الأمرين الضيم، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. شنو تراث أمير المؤمنين؟ مو أموال وكذا، هاي ما تهمهم، كل الدنيا ما تهمهم، وإنما تراثه هذا تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي المفروض أمير المؤمنين يحمي هذا التراث، ولكنهم أخذوه، سرقوه، سلبوه. لما صبروا، الشرط الصبر هذا أهم شيء. أي شخص صاحب رسالة، أي شخص مؤمن موالي متقي لازم يقتدي بأهل البيت سلام الله عليهم، يكون الصبر منهاج حياته. أي مشكلة يصبر، يتحمل الأمرين في سبيل مذهبه ودينه، هو هذا بعد على طريقة أهل البيت. أحد الأقرباء قبل فترة أصيب بابنه، فجدا كان صعب عليه، واحد يصاب بابنه ويفقد ابنه، ولكنه قال أنه أنا طالعت سيرة أهل البيت حتى شوية أريح عن نفسي، شفت أهل البيت اللي هم قمة القمم وهم الذين وصلوا إلى مرتبته يحبون الله ويحبهم، لهم حق على الله بما أفاض الله عليهم من هذا الحق، كما قال الإمام السجاد سلام الله عليه في قضية اللهم بحقي عليك إلا سقيتهم الغيث في طريق الحج. عندهم حق، هؤلاء شافوا شنو اللي ذاقوا من صعوبات، اللي مظهر الصعوبات كربلاء، فيقول أنا شوية طالعت هذه القضايا شفت لا القضية أنا لا شيء مقابل أهل البيت، وهذه مصيبتي ليست بمصيبة حقيقة. واحد حقيقة عندما يدرس سيرة أهل البيت يحس أن كل المشاكل في العالم والضيم، وخصوصا أنتم اللي ترون كثير من المشاكل في بلدكم والضغوطات عليكم، واحد يتحمل يصبر. لما صبروا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وكانوا بآياتنا يوقنون. يكون لدى الإنسان، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، يكون لدى الإنسان اليقين بآيات الله. الله عز وجل ما أنزله من بلاء، خلاص هذا بما أنه يرضى الله عز وجل فأنا راضا به. ما أنزله من مشكلات، هذا يرضى الإنسان به. آيات الله يعني أيضا أحكام الله، يوقن بآيات الله. فالواحد كان يقول بعض النساء مرتدات المسلمات، لماذا؟ لأنهن لا يؤمن بتعدد الزوجات مثلا، أو بعض الرجال هؤلاء مرتدون، لماذا؟ لأنهم لا يقبلن بعض حقوق النساء، ما يقبلن أصلا، يقولون لا يقبلون بعض حقوق النساء. أنا قلت لا، مو مرتد هذا، يقبل
أنه في الشريعة هذا الحكم موجود، ولكن ضمن ظروفه يمكن ما يقبله. هذا يعني شنو؟ يقينه بآيات الله بأحكام الله هذا يقين ضعيف، هذا يقين ضعيف. الأحكام الإلهية سواء كانت على وفق مصلحتي أو كانت على خلاف مصلحتي، المفروض أقبل هذا الحكم الإلهي. صحيح يمكن بعض الشروط الرجل لا يتمكن أن يعدل بين النساء، خب الله عز وجل جعل هذا الشرط فيكتفي بواحدة، ولكن أن المرأة تأتي وتقول هذا الحكم أصلا ما موجود في الإسلام، وهذا ارتداد، لأنه هذا من المسلمات. أو الرجل يأتي ويقول هذا الحكم ما موجود في الإسلام، هذا الارتداد. صحيح لا يقبل الحكم عملا، هذا دون الارتداد. وكانوا واحد يكون مسلم للأحكام الشرعية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر أكو نزاع خلاف بينهم، في الخلاف هناك الحق مع أحدهم على الآخر، يعني اختلف اثنان على قضية يذهبون إلى رسول الله، رسول الله يقول الحق مع هذا وليس معك، ما الذي تصنعه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. واحد هو يتصور صاحب الحق، هذه الأرض له، عندما يحكم القاضي قاضي التحكيم بأن هذه الأرض لفلان خلاص، حتى في نفسه ماكو حرج. الإيمان الحقيقي هذا، أنه يكون مسلما لحكم الله ولحكم أهل البيت سلام الله عليهم، اللي هم في طول رسول الله في طول حكم الله. إذن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالموالي من يكون على طريقة أهل البيت سلام الله عليهم يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان، الصبر. وفي البداية الصبر، يعني من الأول الله عز وجل دا يقول الموالي إلى مشاكل تبعا لأهل البيت سلام الله عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود. لماذا؟ لأن في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنا يمكن أكون مستقيم رسول الله، ولكن كيف أجعل له من تاب معي على طريقة مستقيمة؟ صعب، يعني لازم هالقد يحاول مع المنافقين، يمكن أحدهم يرجع عن النفاق، يحاول مع المشركين حتى يرجعوا، يأتون إلى رسول الله وينامون على بطونهم ويقولون يا رسول الله حدثنا، ورسول الله يتحمل معهم. لماذا؟ لهدايتهم. عد تشوف الإنسان حتى يترك أهله، ما عندي وقت. الصغار من الصغر، هذه القصص الليلية مؤثرة جدا. تشوف الأب جاي من خارج البيت تعبان، ما يلحق على طفلته الصغيرة، لا خلي يذكر لها قصص أهل البيت من الصغر، يعلمها ويعلمه، هذا مؤثر جدا. فالله عز وجل في الآية يقول لما صبروا، يعني كأنما هذا الامتحان امتحان الصبر امتحان صعب، ولكن الأئمة خرجوا بتفوق في هذا الامتحان وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المسلمين للأوامر الإلهية للنصوص الشريفة من المعصومين سلام الله عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتكم زيارة مقبولة، وإن شاء الله ترجعون بحوائج مقضية، ذنوب مغفورة، يد مليئة بالخير، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.